نتصور رغم الغيابات الكتيرة اللي كانت حاصلة. ولأن معودنا برضو كابتن شريف رحب بعلي ماهر. كابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر. قطع الخط هتولنا تاني. بقول لك ايه يا كابتن ميدو. كابتن علي. هتولنا تاني يلا. 6-1 دي مش أحلى من 6-2. متعودين على 6-1. ها يا كابتن ربيع. كابتن ربيع. بس يعني برضه حلوه 6-2 لا حلوه بس 6 الحمد لله. هو بس ليهم جمهور هنا برضه الجون اللي دخل فينا ده يعني يمشي برضه مرضيين يعني. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا اصل ميدو لعبني كده ب 6-2 دي انا وقال لي ايه رايك. طب رحب كابتن علي تاني يا كابتن شريف. كابتن علي حبيبي يا كابتن شريف يا غالي. يا حبيب قلبي من الفراوده اللي كنت بحب اتفرج عليهم والله العظيم. حاجه جميله. مشكلته ان جه في اخر ايامه هنا في الخماسي بيتقطع ويخسر ويمشي. بس كابتن ربيع بقى بيقول ان الحق علوة بيقطعك في الخماسي. ايوه الحق علوة. كابتن ربيع بيقول لك بقطعك في الخماسي. كابتن ربيع اه طبعا دي حقيقه. او في السداسي. او في السداسي النهارده. انا بقعد اتحايل عليه عشان ياخدني معاه. لا انت حبيبي ونجم كبير يا علوة. حبيبي توفيق ان شاء الله. ازيك يا كابتن علي اخبارك ايه تمام؟ حبيبك يا كابتن متامر. كابتن علي ماهر المدير الفني لفريق الاسيوطي ونجم مصر نجم النادي الاهلي السابق واللي عامل شكله حاله جديده في الدوري الممتاز المصري، اهلا بيك. حبيبي يا ميدو ربنا يخليك يا ميدو، وحاجه جميله النهارده ومصر فرحانه تاني، البلد فرحانه وطبعا بنعزي الاول اكيد نفسينا الاول قبل 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 ما نبارك للنادي الاهلي وفي الشهداء بتوعنا وتعازينا لمصر كلها أكيد. لكن النهارده كان الحمد لله كان النادي الاهلي كالعاده بيفرح كل المصريين، وكان ماتش كبير جدا واداء ونتيجه كبيره. دايما النادي الاهلي طباق دايما في كل حاجه، كل ما هو جديد دايما النادي الاهلي هو اللي بيعمله، حتى في النتيجه، حتى نجم عمره ما خسر بالنتيجه دي، بيعرف بيقدر ان هو يكسبه 6-2، حاجه محترمه جدا. اللعيبه كلها اللعبة كانت فايقه، هو ده ميزه دايما انك انت عندك ما يبقاش عندك لعيب واحد بس فايق او اثنين لعيبه. كل لعيبه لما بتبقى فايقه بيقدروا على اي حد. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني كابتن علي شفت المكسب الكبير ده جه ازاي؟ يعني ايه اللي كان مفاتيحه؟ ايه ابرز النقاط اللي شفتها كمدير فني وحطيتك عليها ان 6-2 يعني نتيجه غير متوقعه تماما؟ بص انا دايما ابيد اقول ان الماتشات دايما ماتشات افريقيا دي مهمه قوي، انك انت عارف الماتشات دي ما بقاش كل ما بتستغل الفرصه اللي بتجيلك الفرصه بتتضاعف ليك. حلو. فده اللي حصل مع النادي الاهلي. اول كوره جت جون بقى هتلاقي كل كوره بتروح لاي حد بيجيبها جون. اللعيبه مركزه قوي، اللعيبه عارفه ان اهميه الماتش ده الرغبه فيه كبيره جدا. وزي ما بقول لك اللعيبه الكبيره دايما اللي عندها مسؤوليه لما بالربع فرصه بتجيبها جون. هو ده اللي حصل لكل لعيب، كل لعيب قدر ان هو يعرف عارف ازاي ان هو يستغل الفرصه اللي بتجيله. وزي ما بقول لك انت بتجيب الفرصه بتتضاعف ليك، بتجيب فرصه ثانيه بدل ما يبقى جي لك مثلا لو جالك ست فرص بتجيب منهم ست جوان، تخيل لو كان لا غير ما يجي لك فرصه ما تجيبهاش، هتلاقي الثانيه ما بتجيش، هتلاقي النتيجه تطلع 1 أو 2. لكن هو اللعيبه عشان مركزه ورغبه اللعيبه، كل واحد عارف ان اهميه الماتش ده، ان الفرصه اللي هتجي لي ممكن ما تجيش ثاني. بص يعني قلت وليد ازارو الفرص اللي بتجي له بتبقى كلها جوان. بالظبط. عكس قبل كده بركز جامد قوي وعايز ان انا اكسب وعايز ان انا اجيب بول وعايز ارجع بفوق نفسي انا كفيرويد، وبص الجمهور ده اللي جاي حاضر عايز ارجع ثقه جمهور واعرفه ان انا بجيب جول وان انا فيرويد جاي عشان ابقى هداف. ده مهم قوي. كمان بلس بقى اللي قاعد بره مين؟ عماد متعب يبقى قلقان برضه. دي حاجه مقلقه. يعني عماد متعب قاعد بره برضه هو التركيز بتاعه بيبقى تريبل. فعلا. فاهم. وانت عارف يا ميدو كابتن شريف طبعا وكابتن ربيع وكابتن اسامه يعني عاشوا المواقف دي. لما انت عارف لما يبقى لعيب كبير بحجم احمد باشا قاعد لك بره. بالظبط. مقلق. بالظبط. انت لازم تركز اهو 30 مره مش مره واحده. لان ما انت لو ما جبتش لو عماد متعب نزل وجاب انا راجل محترف وانا جاي يعني بقى قاعد بره احتياطي لحد فما ينفعش وما يصحش. فعشان كده النهارده ازارو النهارده كان مركز قوي. علي معلول حاجه جميله وحاجه تفرح. ايه الشخصيه دي؟ والكورسات يعني الكورسات مش محتاج ان انا غير ان انا اوجه بس ان هي تروح جول. اظن هو ده اللي انت دايما بتجيب لعيبه محترفين عشان يصنعوا لك الفريق في ماتشات افريقيا. حلو. ده حلو. مهم. يعني كلام محترم جدا. هاخدك في سؤال بعيد شويه كابتن علي عن موضوع الحدث بتاع النهارده. شايف ان تاجيل مباراه الاهلي القادمه كانت ضد الاسيوطي شايفها حاجه كويسه ليك ولا كنت تتمنى تلعب المباراه في موعدها؟ لا طبعا
كده كده الماتش هيتلعب يعني فاهم يعني انا كده كده قابل الاهلي كده كده جاي لك كده جاي لك جاي لك يعني طبعا كل لكن طبعا ان هو يتاكد طبعا حاجه كل ما يتاكد كل ما اللعيبه بتبقى بتزيد ثقه اللعيبه اكتر بتتفرج اكتر بتبقى بتتابع كل ظهره وكبيره اكتر اكيد كل الكلام ده كله بيفرق وبعدين برضو كان مهم المكسب حتى عشان الناحيتين عم ميدو مش عشان بس النادي الاهلي عشان نفرح وعشان الماتش يتاكد برضو بالظبط كابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الاسيوطي يعني نورت وشرفت وان شاء الله تنورنا في الاستوديو والف مبروك عليك كاهلاوي والف مبروك على النتائج اللي انت عاملها كمدير فني للاسيوطي. كنا فين؟ نروح لربيع بقى شويه يعني ربيع وحشني بقى كابتن ربيع هو المفروض انا بس ربيع